القراءة اللي احنا القراءة اللي قرأتها النهاردة بتاخدني في طريق آخر، يعني تقريبا لابد ان انا امشي فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر سيدنا عيسى في القرآن، وعندنا سورة مريم، وعندنا حتى اللي هم كفروا بالله ما امنوش بأي شريعة سماوية، ربنا سبحانه وتعالى كان القرآن ذكر لنا ان هو في حوار. قل يا أهل الكتاب الذين أشركوا، قل من رب السماوات والأرض، قل كذا قل كذا، كل ده خطاب من الله سبحانه وتعالى للبشرية اللي هي الغلط، للبشرية اللي هي كافرة، اللي هي ملحدة، اللي هي ما بتؤمنش بالرب أصلا، اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام. ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معهم ويذكرهم، طب شوفوا اللي في نفسكم، طب شوف الكون ده، طب شوف السماء دي عاملة ازاي، طب شوف البحر ده فيه ايه، طب مين يبقى خلق ده، طب، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته قادر على أن يخسف بهم الأرض. يعني ده مبدأ محدش ينكره، وربنا سبحانه وتعالى قادر على أن كل دول يكونوا أمة واحدة. يعني لو ربنا شاء أن يكونوا أمة واحدة لفعل، كل الناس دي تبقى على دين واحد كده في كلمة، ما يخلقهمش خالص. ربنا قادر على ده ولا لا؟ قادر، لكن أراد سبحانه وتعالى أن يكون هناك فلان اللي كذا وعلان اللي كذا، وده بيتبع دين نزل من السماء، وده اتبع النبي اللي بعد هذا الدين، وده ما اتبعش ده، وده بيعبد البقر، وده بيعبد الحجر، وده بيعبد الشجر. وربنا سبحانه وتعالى أراد هذا، وقد كان الكون على هذا الحال. يبقى إذن أنا بمسك الخيط في إيه؟ في إن كل من أراد أن يغير هذه السنن الكونية وهذا الوضع اللي ربنا خلقه بدعوة أو بادعاء إن هو كده بيتقرب لله، طب يا أخي أنت يعني بالعقل كده، لو أنت بتتقرب إلى الله بإنك تمحو شيء من خلق الله، طب ما كان ربنا قادر على أن يمحوه خالص خالص. يعني أمر عجيب.